تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى أبد الدهور آمين. قبل فترة قصيرة أصدر قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر كتاب عن السيد المسيح، هو في الواقع الجزء الثالث من كتابه يسوع الناصري، وبتكلم فيه عن ميلاد السيد المسيح. بيقول قداسة البابا إنه في أشياء غير دقيقة عند الناس كمعلومات بده يصححها من ناحية تاريخية ومن ناحية علمية، ولكنها لا تحذف شيئا، لا تلغي شيئا من أهم ما في الموضوع اللي هو تجسد الكلمة ميلاد السيد المسيح المجيد. هذا الميلاد، أو زي ما بنقول بالطقس البيزنطي، ميلاد الرب في الجسد. هذا الميلاد اللي قسم التاريخ إلى قسمين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. قبل ما أبدأ في نص أو في نص الإنجيل المقدس، خلينا نشوف ملاحظة أبداها قداسة البابا. تتذكروا أيقونات الميلاد أو تصاوير الميلاد؟ الطفل يسوع جنبه السيدة العذراء، القديس يوسف، أحيانا بحطوا المجوس، أحيانا بحطوا الرعاة. ولكن باستمرار نجد بعيد منكم ثورا وحمارا. قداسة البابا بقول ليس أكيدا أنه كان هدول هاي الكائنات كانت موجودة بقرب المسيح الطفل. ويفسر قداسته، أو من وين جايين هالثور عين منكم وهالحمار بقرب المسيح المولود. هذا تفسير حرفي لما ورد في نبوة أشعيا. يعني أول آية من نبوة أشعيا هي الثور عرف صاحبه والحمار عرف معلف سيده أما شعبي فلم يعرف وإسرائيل لم يعلمني. يعني الله يشكو إنه حتى الحيوانات هاي، الحيوانات هاي الأليفة بعيدا منكم، تعرف صاحبها، بتعرف سيدها، أما شعبي فلم يعرفني. طبعا بديش أقول شو النتيجة، إنه هدول أحسن من شعبه، بس ما تجيبوش سيرة يعني، صح؟ في بعض المفكرين أخذوها حرفيا، وبما إنه في كلمة معلف سيدة خصوصا باليوناني فاتني، لغة الكلمة باليوناني فاتني، المذود المعلف، هي نفس الكلمة التي يستخدمها مين؟ القديس لوقا بإلهام من الله وحي منه تعالى لما بيحكي عن المذود. على فكرة في إنجيل لوقا الفصل الثاني ترد كلمة المذود ثلاث مرات، مع أنه مش ضروري دائما يحكي لنا، بكفي انه قلنا مرة واحدة انه لفته واضجعته في مذود، ولا لا؟ القديس لوقا بعيد لنا اياها ثلاث مرات حتى يؤكد لنا عن تواضع المسيح. وبعدين زي ما بقول الاب ريموند براون اللي هو اكبر باحث في الولايات المتحدة، خوري، هو خوري لاتين، كاهن كاثوليكي، شو بقول؟ إنه هذا إثبات ألوهية المسيح، لأنه من هو الذي في المذود؟ السيد. خلينا نتذكر أشعيا كمان مرة، عرف الثور إيش أو الحمار معلف سيده صاحبه، إذن الموجود في المعلف هو المذود، هو السيد. هلا نيجي للنص، نص الإنجيل المقدس بين إيدي النص الأصلي باليوناني
الفصل الثاني الآية الأولى وتابع. يمكن على الأقل أهالي بيت لحم حافظين هاي الآيات عن غايم. بتقول هاي كمان أطفال بيشهدوا للطفل يسوع. زين وين بس العتب على النظر زي ما بقولوا. في تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بإحصاء أهل المعمور، وجرى هذا الإحصاء الأول بروتي إذ كان قرينيوس حاكم سوريا. أهلا وسهلا. إذن هنا في صعوبة، بيقول لك إنه صدر أمر من أغسطس قيصر. فعلا أغسطس قيصر كان معروف بالإحصاءات، يعني كان دائما حب يعرف قديش في بشر في إمبراطوريته، خصوصا عشان الضرائب، وعشان يعرف قديش عدد الرجال اللي ممكن يحملوا سلاح ويحارب. في عنا وثائق اليوم وجدوها من إحصاءات ل سموها بريفياريوم إمبيري لا أغسطس قيصر. من هال وين وجدوا؟ في أنقرة اللي هي اليوم في تركيا، وجدوا كمان في محل اسمه تيفولي، تيفولي جنب روما، يعني في عدة أماكن. هلأ في ناس بقول لك يا عمي هذا الكلام خطأ تاريخيا، إنه عمل هذا كيرينيوس إحصاء بس مش وقت ما ولد المسيح. بقول لك كيرينيوس عمل إحصاء سنة 12 للميلاد. فهل معقول إنه الإنجيل حاسبه كله غلط؟ في عنا تنسوش إنه إحنا في فصل 2 آية 1، فصل 1 آية 1 القديس لوقا بيقول أنا دققت في كل إشي وتأكدت من كل إشي قبل ما أكتب. مش معقولة إنه بعدها بفصل يحكي لنا إشي ضد التاريخ. فماذا، ما هو التفسير إذا بنركز مع بعض هلا؟ زي ما قلنا لأول وهلة يبدو من كلام الإنجيل أو من كلام الإنجيل إنه كيرينيوس عمل إحصاء من هنا، كيرينيوس عمل إحصاء وقت ميلاد المسيح قبل ميلاد المسيح، وهذا اللي جاب القديس يوسف والسيدة العذراء من الناصرة إلى بيت لحم. ولكن التاريخ بقول لك لا يا عمي كيرينيوس نعم عمل إحصاء ولكن سنة 12 للحساب الميلادي، يعني وقت ما المسيح كان عمره على الأقل 12 سنة. ماذا نجيب على هذا الكلام؟ في عنا جوابين. يمكن ما انتبهناش على الكلمة كان هذا هو الإحصاء الأول. الإحصاء الأول معناه الإحصاء اللي التاريخ بيحكي عنه، هذا إيش بده يكون؟ الإحصاء الثاني. إذن بروتي الإحصاء الأول،
الإحصاء الأول معناه إنه اللي بحكينا عنه التاريخ سنة 12 هو إيش؟ الإحصاء أنو إحصاء؟ الثاني. ولكن ممكن ناس يعترضوا يا عمي منيح فهمنا إنه الإحصاء الثاني بس وقت ما كان المسيح كيرينيوس ما كانش حاكم سوريا والجواب انه مش ضروري انه كيرينيوس كان حاكم سوريا وقت ما عمل الاحصاء بل كان مفوضا تعرفوا مرات بيجيبوا والي او وزير وبفوضوا لمهمة مؤقتة وبعدين تنتهي مهمته بعدها بفترة بعينوا رسميا حاكم إذن هذا هو الحل الأول إنه صار في إحصاء طبعا صار في إحصاء قبل عفوا صار في هذا الإحصاء قبل الإحصاء اللي بتحكي لنا عنه كتب التاريخ وقتها كان قرينيوس حاكم سوريا بالتفويض بالوكالة ولم يكن بشكل دائم بشكل دائم بعد ميلاد المسيح بعد سنة 10 ميلادي هذا التفسير الأول ولكن في تفسير ثاني لسه أهون من هيك أهون من هيك إذا رجعنا للأصل اليوناني عندنا كلمة بروتون يعني مش ضروري يكون معناها الأول بل معناها قبل وقتها شو بصير النص وجرى هذا الإحصاء الأول قبل أن يصبح كيرينيوس حاكم سوريا وطبعا بعد ما صار حاكم سوريا وسنة سوريا يعني كل هاي المنطقة اللي فلسطين لبنان سوريا هذا هو التفسير الثاني بلخص كلامي التاريخ بقولنا انه قرينيوس كان رسميا وبشكل دائم حاكم سوريا عمل احصاء سنة 12 ميلادي وليس عند قبل ما يولد المسيح طيب كيف يمكن تفسير نص الانجيل المقدس وكان هذا الإحصاء الأول معناه اللي بيحكي عنه التاريخ هو الإحصاء الثاني ومعناه زي ما بقولوا كتب التاريخ إنه كان مفوض كيرينيوس لهذا الإحصاء قبل ما يصير رسميا حاكم سوري وهذا هو التفسير الثاني بروتون لا تعني الأول بل تعني إيش قبل كان هذا الإحصاء الأول قبل أن يصير قرينيوس حاكم سوريا قداسة البابا بيقولنا إنه في إشي غير معروف بالنسبة ليوم ميلاد المسيح يعني إحنا ما بنعرفش في أي يوم ولد المسيح بس بنعرف السنة تقريباً بتقولوا لي طيب ما هينا منعيد 25 ديسمبر 25 كانون أول هو عيد الاحتفال بميلاد هو الاحتفال بميلاد المسيح وبدناش يضل حدا خصوصا في بيت سحور قلنا من اليهود اللي بيحكوا عربي من شهود يهوى انه 25 ديسمبر هذا عيد وثني هذا عيد وثني لا هذا كان هذا اليوم عند الوثنيين عيد وثني عيد ميلاد الشمس عيد ميلاد الإمبراطور المؤله
ولكن لو الكنيسة وثنية كان خلته لليوم وبكرة عيد ميلاد الشمس، عيد ميلاد الإمبراطور. الكنيسة أول ما قدرت ترفع رأسها من الاضطهاد بعد سنة 313 بالضبط، كنيسة روما أخذت هذا العيد الوثني ومحته ووضعت مكانه إيش؟ بدل عيد ميلاد الشمس عيد ميلاد المسيح الذي هو شمس البر، بدل عيد ميلاد الإمبراطور المؤله عيد ميلاد المسيح ملكنا وإلهنا. خلينا نعيد لهاي العقول الصلبة زي ما بقول الأب يعقوب سعادة، الاعتراض عنيد بليد. لو من اليوم لكمان مليون سنة بدل أقول لك عيد الميلاد عيد وثني. يا عمي عيد ميلاد الشمس والإمبراطور كان فعل ماضي ناقص، اللي فات مات. كانت فلسطين كلها مسيحية وين؟ كان زي ما بقولوا بالألماني كنا صغار وكنا سعداء، هينا صرنا كبار والله لا يورجيك المصايب اللي احنا فيها. كان عيد وثني عند الوثنيين مش عندنا احنا. ونكرر بما انه الاعتراض عنيد وبما انه الاعتراض بليد بعيد منكم، لو الكنيسة وثنية شو كان عملت؟ كان خلت العيد الوثني ولا لا؟ في شارع اجوا اليهود سموه شارع موشي ديان، تعرف عين واحدة. طيب لما تيجي السلطة الوطنية الفلسطينية راح تنسف الشارع؟ راح ننسف الشارع؟ شو راح نعمل؟ منغير الاسم، بدل ما نقول شارع موسى ديان ايش بنقول؟ شارع ابو جهاد ولا شارع مصطفى ابو علي ولا شارع كمال نصر اللي يهود براك قتلوا. كان عيد وثني مش عنا. شنو؟ لانه لو احنا وثنيين، لو الكنيسه وثنيه كان تحتفلوش يا اهل بيت لحم عيد ميلاد المسيح، تحتفلوا بايه؟ عيد ميلاد الشمس، عيد ميلاد الإمبراطور. أحسن طريقة إنك تمحي إشي إيش؟ إنك تكتب بداله، تكتب فوق. مثلا هاي صفحة، هاي كلمة ممحية هون. إذا بدي أمحي أنا هاي الكلمة، ببين إنها ممحية. شو أفضل طريقة ما يبين لهاش أثر؟ اكتب فوق. لما انا بكتب فوق هالكلمتين هدول ما حدا بيعرف شو اساسا. لو ما حدا حكى لنا انه كان عيد وثني كان عمرنا ما عرفنا انه كان عيد وثني. اذا قداسة البابا بقول لك بالعربي، بعدين خلينا نلحق العيار لباب الدار. اذا 25 ديسمبر تاريخ غلط بقول لك احنا بنحتفلش لانه 25 ديسمبر هذا عيد وثني. منيح، امتى بدكم تحتفلوا؟ صح؟ لا لك يوم ثاني، السنه فيها 365 يوم غير الفراطه. صح؟ مش عاجبك 25 ديسمبر بلاش، مش عاجبك 7/1 بلاش. بقول لك لا 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 لا، ما هو المسيح ولد بالربيع. حلو، بالخريف اعمل عيد بالخريف اذا انت صادق. بس هاي كلها حجج ذرائع بتحججوا. يا عمي اذا ما بدناش نحتفل بعيد ميلاد المسيح، نحتفل بعيد ميلاد مين؟ مين بيستاهل اكثر من المسيح نحتفل بعيد ميلاده؟ او زي بعض جماعه بقول لك نحتفلش بعيد ميلاد حدا. ليش يا جماعة؟ قال بستشهد بسفر الجامعة قهيلت، يقول لك يوم الوفاة خير من يوم الميلاد. هاي سمعتها أنا هون، يوم الوفاة خير من يوم الميلاد. حلو، معناه لما واحد بيموت روحوا هنوهم، ولما واحد بيولد روحوا عزوهم. في منطق في هذا الكلام؟
كل هاي حجج ذرائع حتى ما يحتفلوا بعيد ميلاد المسيح. وطبعا لما حذفوا عيد ميلاد المسيح لقوا حالهم مجبورين انه يحذفوا عيد ميلاد كل بني آدم. وللأطفال، تعرف الأطفال ما بصدق انه يجي ايش عيد ميلاده عشان يحتفل، عشان يلاقي أصحابه وصديقاته صغار حواليها الوحدة، ويقول لك لا. فأولادهم ايش بيطلعوا معقدين. ليش طبعا معقدين؟ لانه فيش مخ. قال لا احنا بنحتفلش بعيد ميلادنا. بتعرف ليه؟ لانه هيرودس انتيباس يوم عيد ميلاده، وفرعون مصر يوم عيد ميلاده، كل واحد فيهم نفذ حكم الاعدام بحدا. فرعون نفذ حكم الاعدام بالخباز، وهيرودس انتيباس نفذ حكم الاعدام في مين؟ في يوحنا المعمدة. حلو. احنا لا، بطلع لنا، لانه فيش في عيد ميلادنا ما منقطع راس حدا. شوفوا فيش منطق. زي ما قال لي هذاك الباكستاني، في سي اباوت ذيم فيش مخ، قالها بالعربي فيش مخ. هيرودس قطع راس يوحنا المعمدان في عيد ميلاده. طب ابو جمال البركي هي عمره فوق الخمسين، معناه صار قاطع راس 50 واحد. فيش مخ، فيش منطق. طبعا كل هاي اساليب يهوديه لايش؟ حذف عيد ميلاد المسيح، حذف الصليب، حذف كل الاعياد المسيحيه. بس عن الاعياد اليهوديه شو بتلاقي في كتبهم؟ برج صهيون للمراقبه، عيد تحتفل به الجماهير. ايه العيد اليهودي، معلش. الاعياد المسيحيه لا. مع انه القديس بولس بقولنا العكس في كولوسي 2:16، وقلنا انه كل الاعياد تبعت اليهود هاي بس مجرد ايش؟ ظل للحقيقة المستقبلة اللي هي المسيح. اذا المسيح هو الشمس، والعهد القديم هو ظلها. الظل يعني الخيال او نعم. قداسة البابا، إذا شو بقولنا؟ وأريد أن أنهي هون. بقولنا إحنا بنعرف اليوم، نعرف تقريبا السنة. إمتى ولد المسيح؟ في قبل كيف كانوا يحسبوا السنوات؟ في الإمبراطورية الرومانية، ما تقول لك سنة كذا من تأسيس مدينة روما. طبعا هذا تاريخ وثني. خلينا نرجع لاصحابنا وشو نقول لهم، مش بس على فكره شهود يهوه، كمان فئات ثانيه هي اقرب لليهوديه منها الى المسيحيه. لو المسيحيين، لو الكنيسه وثنيه، كان ضلينا لليوم نحسب السنوات انطلاقا من ايش؟ من تاسيس مدينه روما الوثنيه. بس طلع عندنا بابا عبقري من زمان، القرن السادس، اسمه البابا يوحنا الأول. شاف راهب كثير شاطر اسمه ديونيزيوس. ديونيزيوس سمى حاله الصغير، ديونيزيوس من دالماتيا، بقول حتى كان أصله أرمني كمان. قال له يا أبو الشباب، يا أبونا، بدنا منك تحط لي ميلاد المسيح مركز التاريخ، تحسب السنوات. بدناش هاي روما الوثنية زي ما بقولوا باللهجة الريفية، فتشنا منها. بدنا ايش؟ يبدأ التاريخ من ميلاد المسيح. اذا سنوات قبل المسيح، وبعدين سنوات بعد المسيح، احسب لنا اياها. الراهب حسب انه المسيح مات، انه هيرودس الكبير هذا اللي قتل اطفال بيت لحم، مات سنة 750، في ربيع سنة 750 من تأسيس مدينة روما. شو طلعت معاه مسكين بالحسابات؟ خربش شوي. طلعت معاه سنة 4 قبل الميلاد. طيب المسيح كان مولود وكان عمره على القليلة سنة، إذا مش سنتين. هاي هي الغلطة اللي عملها مين؟ الراهب العبقري ديونيزيوس الصغير. يعني إحنا اليوم إيش مفروض نكون؟ سنة 2000
2018 لأنه الراهب بس غلط بهال 6 سنوات طبعا ولا إشي 6 سنوات وأنهي كلامي عشان هيك تشوفوا أنه كل النبوات اللي عملوها عن سنة 2000 فارطة الدنيا راح تخلص سنة 2000 وراح يصير بلاوي سنة 2000 لا لأنه سنة 2000 مرقت قبلها ب6 سنوات هاي الأمور وأمور تانية بوضحها قداسة البابا ماذا نستنتج تعرفوا عادة البابوات عن إيش بيحكونا عن الأمور الدينية الأخلاقية في هذا الكتاب أو هذا القسم من الكتاب بالذات قداسة البابا اللي هو علامة رجل لاهوتي رجل مفكر عنده فلسفة طبعا من أكبر عباقرة العصر اللي احنا عايشين فيه لازم نعرف قيمته بيلفت نظرنا الى المسألة العلمية والتاريخية الكنيسة والكتاب المقدس ما بخافوا لا من العلم ولا من التاريخ الكنيسة ما بتطلب منا اشي والكتاب المقدس ما بيطلب منا شيء لا ضد العقل ولا ضد العلم ولا ضد التاريخ وهذا بثبت لنا اياه قداسة الحبر الأعظم في كتابه هذا عن ميلاد المسيح وانتم أول ناس بحكي لهم عن هذا الكتاب وهي المحتويات الموجودة واللي إن شاء الله نحصل عليها كمان هذا الكتاب ينقل أيضا إلى اللغة العربية وشكرا